الأول أو الاجتماع الأول لمجلس قادة المحامين بكفر الشيخ، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تم تشكيل هيئة المكتب وتشكيل اللجان المتخصصة داخل هذا المجلس، وذلك دون فرقة أو تنافس بأي شكل كان، وتم اختيار أو تشكيل مجلس بالرضا الكامل فيما بين الأعضاء. وأود أن أنوه هنا إلى أن المهمة الرئيسية التي اطلع بها مجلس النقابة فضلا عن دوره الطبيعي فيما يتعلق بتسقيف المحامين والمحامين الجدد وإمدادهم والمحامين الشبان بالمكتبات ولوازمها وما يتبع ذلك من احتياجات المحامي، فإن لنا هدفين رئيسيين. أولا وبصفة رئيسية هو إنشاء نادي المحامين بكفر الشيخ يليق بهم وبكرامتهم ويسر لهم كثير من العمل واللقاءات بشكل جيد ومستطاع، حيث يضم هذا النادي إن شاء الله أيضا مكتبا إداريا أو الجناح الإداري أو اللي يسموه القسم الإداري بالنقابة، وهو ما يوفر على المحامين كثيرا من الجهد في ذهابهم إلى أماكن المتفرقة. فضلا عن أيضا أنه الفكرة الأخرى أو الهدف الثاني الرئيسي أيضا هو العمل بجدية على إنشاء أو استثمار أو إنشاء مباني خاصة بالسادة المحامين في مصر وفلسطين، لأننا عندنا 7 قطع أراضي مخصصين من المحامين منذ أكثر من 30 سنة أو 20 سنة ولم يتم التصرف فيهم بأي شكل من الأشكال، وأصبحت أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية في إنشاء هذا المصرف على صورة لائقة أو على إنشائنا حتى قلنا مدينة خاصة بالمحامين داخل مصير فلسطين. والله الموفق والمستعان، نحن دائما نعمل ونسعى إلى تحسين خدمات الخاصة بالسادة المحامين. إن شاء الله نتصل بالسادة المسؤولين في كافة الأجنحة والأنشطة المتعددة والجهات المختصة حتى يمكن أن تدبر لنا ما يبغي أو يطمع إليه المحامين في أن يكون إن شاء الله محققا لكل رغباته إن شاء الله، وربنا يوفقه.